كل سنة في كل دفتر في كل كتاب في كل أمة الناس يبكون إذا ذكرت، الناس يحبونك، الناس يصلون عليك، فنفعل في الذكر الله صلى الله عليه وسلم ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، عسر واحد ويسرين، لأن العسر بأل هو نفس العسر الأول، وأما اليسر فإثنان. صلى الله عليه وسلم لم يضرب عسر يسرين، وما دخل ولو دخل العسر في جحر لدخل اليسر وراه واستخرجه. الله أكبر. إذا اشتئل إذا يقول فلما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء ربي لعفوك سلما تعظم لي ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي صار عفوك عظما. إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق بما به الصدر الرحيب وأوطنت المكاره واطمأنت وأرست في أماكنها الخطوب ولم تل انفراج الخير نفعا ولا أجدى بحيلته الأريب أتاك على قنوط منك غوث يمر به اللطيف مستجيب وكل الحادثات وإن تلاها فموصول بها فرج كريم. إن مع العسر يسرا، أيها المريض سوف تعافى بإذن الواحد لحد الشافى، أيها المعرض سوف تأتيك نفحة من نفحات الله تعيدك إلى الإيمان، يا من وضع في الزنزانة اطلب الفرج من الواحد الديان، يا من نام على السرير أبيض مريضا اطلب العافية من الواحد الأحد. قل للطبيب تخطفته يد الردى، من يا طبيب بطبني على الناس، الطبيب يصنع الدواء ويموت الطبيب. ابن سينا طبيب هذا الفيلسوف كان يعالج من القولون، يسمى هو في كتبه القولون القولنج، كذا يسمونه السلف القولون مرض القولون يسمى القولنج. كان يعالج الملوك بالعقاقير والأدوية، ويقول من العجب كان تياها وكان متكبرا، عنده علم الفلسفة ما عنده علم الحديث النبوي، ورد على ابن تيمية ورد على الغزالة، يقول لو مرض الجن من القولنج أنا أعالجه، الجن الموم بالإنس أنا أعالج الجن، فابتلاه الله بمرض القولون هو. سبحان الله. فأخذ يشتري يأخذ العلاجات والأدوية ما نفع. هل وين علاجه؟ أنت اللي عارف الملوك، أنت اللي عارف الناس. قال الطبيب الأكبر عدى على الطبيب الأصغر. يعني قسم الطبيب الأصغر، الطبيب الأكبر في الله سبحانه هو القسم الطبيب الأصغر. أنت أنهى حياته فمات على ذلك. مات المداوي والمداوى والذي صنع الدواء وباعه ومن اشترى. وبقي الواحد الأحد. كل شيء هالك إلا وجهه. له الحكم وإلى يرجعون. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الناس أموات يمشون على مع أموات ويحشرون مع أموات، ميت في ميت، ولذلك سبحانه وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت فهو لا يموت سبحانه وتعالى، وهو يعلم الخافي جل في علاه وما ظهر وما سر وما أعلن، عليه توكلت وإليه أنيب. قال إن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى، فإذا فرغت فانصب، إذا انتهيت من أعمال الدعوة وتبليغ نصح المسلمين ونشر الكتاب والسنة فانصب في العبادة، تزود من محطم العبادة وقودا في الطريق الطويل في الدعوة. إذا فرغت أقبل على المصحف، الصلاة، الدعاء، الذكر، استغفار، تزود، زود هذا القلب. الناس الآن يهتمون ببطونهم وتركوا قلوبهم، والحياة حياة القلوب، فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأنفعنت ولا شربت، إذا ما لم يفدك العلم خيرا فليتك ثم ليتك ما علمت، وإن ألقات فهمك في مغاوة فليتك ثم ليتك ما فهمت. فالطعم القلب هو محل نظر الرب سبحانه وتعالى، فغذي هذا القلب، غذي بالقرآن، بالسنة، بالذكر، بالدعاء، بالتوبة، بالاستغفار، بعمل الصالحات، بالصدقة، بحسن الخلق مع المسلمين. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغ، إلى الله وحده. أطلب مطالب طلبك من الله، أكبرها الهداية، وأصغرها المسح الطعام وشسع النعل إذا قضى. فوالله فهو وحده سبحانه الذي يجيب، وهو الذي يعطي، أما يجيب مضطر إذا دعا ويكشف السوء. يسأله من بالسماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فهو المعطي الحقيقة. وإذا ردك فرغ، يقول أحد الشعراء العراقيين من أهل الإيمان، يمدحن واحد الأحد، إليك وإلا لا تشد ركائبك، والله إليك وحدك اللي يقصد غيرك، الله لا توصل، الله لا ترسله إجعل ركائبه لا توصله، إليك وإلا تشد ركائبه منك وإلا في المؤمن خائب، وفيك وإلا في الغرام مضجع عنك وإلا في المحج الكاذب.
سوف أقف لأسمع الأسئلة والارتجال منكم من هذه المجلس مدارسة ونسمع من الشيخ لكن قبل هذا أقول أسأل الله الواحد الأحد الحمد الصمد رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض العالم الغيب والشهادة أمين. أنت تحكم بين عبادك فيما قالوا بيختلفون إن زنا بمقتول زين الحاكم بينك أنك تهدي من تساوي الأسرار المستقيم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا جزاك الله خير جزا الله الشيخ خيرا وأثابه وأحسن إليه ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع من حجتنا بنا لا عليه هناك بعض الأسئلة في خلال المحاضرة ذكرها الشيخ صلى الله خير وقد لا يضب في بعض نواحيها السؤال متبادل هي نسمع فضل محبته صلى الله عليه وسلم نقول كيف نوجد في قلوبنا محبته صلى الله عليه وسلم أسباب جالبة لذلك فضيلة الشيخ نعم من أسباب محبته صلى الله عليه وسلم كثرة الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام وقد أسلفنا لكم في هذا وعند مسلم في الصحيح من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بعصر صلى الله وسلم عليه دائما وأبدا وصح الألباني حديث من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بعصر صلوات ومكتب له عشر حسنات ونهى عنه عشر سيئات ورفع عشر درجات الثاني العمل بسنته وسيرته وأنتم أيها الأحباب تشكرون أنا الشيخ يقول والممارسة العملية عند الأحباب في جماعة الترغيب صدق جماعة أنتم جماعة الدعوة أنتم الآن تمارسون يعني الدعوة العملية لو صلى الله عليه وسلم أو السنة العملية من رياض الصالحين حياة الصحابة التطبيق اليومي للسنة هذا من حبني صلى الله عليه وسلم الثالث التبليغ دعوته للناس بلغوا عني ولو آية فالنصاب عندكم تبليغ نصاب ولو آية أو حديث فهذا من بغى له حديث فليبغى الرابع الصبر على الأذى في سبيل دعوته صلى الله عليه وسلم ونشر رسالته يا بهم صلى الله عليه وسلم السلام عليكم هل هناك من الشيخ صور من محبة المؤمنين من الصحابة وغيرهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتذكر المؤمن من تضحيتهم وفدائهم وصالح محبتهم لرسولهم صلى الله عليه وسلم نعم وهذا سؤال عظيم وجميل بل هناك صور عظيمة ما سمع التاريخ مثلها من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام من على سبيل المثل مثل خبيب بن عدي لما نصبوه المسرقة في مكة ورادوا قتل المشركون وحفوا به ورفعوه للفلك المسرقة قالوا تريد أنك في أهلك ومالك وأن محمد مكانك عليه الصلاة والسلام قال والله الذي لا إله إلا هو ما أريد أني في أهلي ومالي وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاب بشوكة شوكة فقتل والثاني ما ذكره صاحب المسند أحمد غفر الله له قال خرج عمر بن الخطاب في خلافته خرج يصلي بالناس صلاة الجمعة هو الخطيب طبعا وخرجوا عليه الثوب هذا ما عنده إلا ثوب واحد يحكم 22 دولة من سيحون إلى الشمال المغرب العربي مديرهم فخرج رضي عنه في هذا الثوب طبعا منشف وعنده العصا ومركع الثوب وفي طريقة في ميزاب الميزاب هو الآن التي تصب الماء من السطح فصب عليه الميزاب ميزاب العباس بن عبد المطلب ماء فيه دم فوقع على ثوب عمر رضي الله عنه فأتى عمر فاختلع الميزاب وكان طويلا طويلا خلعه من الغضب ورمى به وعاد إلى بيته وغير الثوب وغسل وخطب المسلمين بعد الصلاة على العباس والناس حضور تؤذي المسلمين بهذا الميزاب والذي صب على الدم كذا قال العباس هذا لحم دجاج السيف الدجاج فذبحته يعني دم دجاج ما هو نجس ما هو نجس وهذا الميزان كان عباس والله الذي وضعه مكانا من الرسول الله عليه وسلم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم بنينا قتل الرسول صلى الله عليه وسلم حاولنا وضع الميزان قال عمر الله الذي لا اله الا هو ان الرسول صلى الله عليه وسلم الذي وضعه مكانه بعدين خلع عمر يعني خلع الميزان قال والله الذي لا اله الا هو ان الرسول صلى الله عليه وسلم الذي وضعه مكانه والمسلمون وقوف والعلماء والشهداء قال عمر والله الذي لا اله الا هو لابركن على يدي وركبتي يبرك ولتصعدن انت على ظهري وتضع الميزان في كلام إكرام الرسول عليه الصلاة والسلام فبرك عمر من المؤمنين في الطريق وصعد العباس على ظهري ورد الميزان مكانه هذا من الحب من الحب ما وجد عن عبد الله بن رواحة الشهيد رضي الله عنه وارضاه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اجلسوا أيها الناس وهو على المنبر صلى الله عليه وسلم وابن رواحة خارج المسجد على الرصيف فجلس مكانه قال الصحابة تجلس في الطريق قال ما كان لي أن أتقدم سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول شو فجلس الله أكبر تمشي خطوات تجلس فجلس مكانه فكان الحب وكان الامتثال وصورهم في ذلك عظيمة ولهم أخبار جليلة لا تسع المقام بذكرها أحسن الله عليكم
هل يمكن يكون المسلم محبا لرسوله صلى الله عليه وسلم ويكون عنده بعض المعاصي والمخالفات سواء في ظاهره او باطنه؟